فريق النسوان. هسه من فريق الاسود يوسف زياد كم وقف؟ ليش تكاثر فاروق؟ احسن صنبوله. تمام، ليش تكاثر الجمال في فريق النسوان؟ ليش؟ بالولاده وين يعيش؟ بالصحراء. احسن صنبوله. بيان، السلحفاه ليش تكاثر؟ سلحفاه بالبيض. احسن صنبوله. يلا يا احمد ليث النسام ليش تكاثر؟ ليش تكاثر بموقف؟ ليش تكاثر احمد ليث؟ بالولاده. حسين صنبوله. زين هسه راح اسالكم كلنا جماعي. الفيل ليش تكاثر؟ بالولاده. البقره؟ بالولاده. الدجاجه؟ بالولاده. السمكه؟ بالولاده. احنا بالابطال صفوا نفسكم. اليوم راح ناخذ درس جديد. درسنا اليوم الجديد هو اجزاء النبات. شو درسنا؟ اجزاء النبات. شنو درسنا؟ اجزاء النبات. درسنا اليوم حتى لو ترجعون البيت قولوا هالمام احنا اخذنا بالعلوم شنو اخذنا؟ اجزاء النبات. هاي النبات مكونة من عدة اجزاء. جذر، شاق، اوراق، زهرة، وكوع النبات ثمرة وبذرة. شوفوا هاي النبات حتى شوفوه قدامكم. جذر، ساق، اوراق، زهره، ثمره. زين هذا الجذر وين يكون مكان الجذر؟ داخل التربه. وين يكون مكانه؟ داخل التربه. اذا راح تقول لي الجذر شنو يسوي؟ الجذر يثبت النبات بالتربه. شايفين فيديوهم لا تتحرك او لا تتحرك؟ لا. وين الكائنات الحيه انسان وحيوان ونبات تذكروها؟ قلنا اكو انسان والحيوان يتحرك. بس النبات شبيه يبقى ثابت بالتربه. ايش قلنا عليه؟ ثابت بالتربه. من اللي ثبته؟ الجذر. من اللي ثبته؟ الجذر. الجذر اول شيء يسوي؟ يثبت النبات بالتربه. يلا سوى. يثبت النبات بالتربه. الجذر يثبت النبات بالتربه. ويمتص الماء والاملاح من التربه. اكو جذور. شوف هاي السنه ما جبت لكم اياها، راح اشوفكم منو جذور نباتات تؤكل. راح نشوفها سوا. شوفوا وياي، عندنا هنا الفجل والجزر والشلغم. هذا الجزر كنا شايفين الجزر. الجزر من جذور النباتات الذي تؤكل. والشلغم كلكم شايفين الشلغم؟ جذور نباتات تؤكل. والفجل جذور نباتات تؤكل. هسه عندنا منو صار؟ جذر وفجل والشلغم. ايش بيهم؟ جذور نباتات تؤكل. اذا سالتك من جذور نباتات تؤكل؟ جزر، فجل، شلغم. سوى يلا. جزر، فجل، شلغم. عفيه. هسه عندنا الاوراق. الاوراق شنو وظيفتها الاوراق؟ الورقه. الورقه من يصنع الغذاء؟ احنا بالبيت من يسوي لنا الاكل؟ ماما. من يسوي الغذاء لهم؟ الورقه. من يسوي لهم؟ ورقه. الورقه هي اللي تصنع الغذاء. الوانها اغلب شيء تكون لونها اخضر. اذا الورقه شنو تسوي؟ تصنع الغذاء للنباتات. شو تسوي الورقه؟ تصنع الغذاء للنباتات. زين من اللي يحملها؟ الساق. من اللي يحملها؟ الساق. هذا هو الساق. تشوفون هذا الساق؟ منو شايلها على ايده؟ الساق. الساق هو اللي حاملها. زين الساق شو يسوي؟ هاي منو الجذر؟ وين تصل الماء والاملاح من التربه؟ شو يسوي؟ ينقلها. وين يوديها؟ للورقه. يوديها المواد. انتم من يسوى؟ اقول لكم مو بابا يسوى؟ بابا يسوى بالاكل والغراض والشغلات. من يطبخها بالبيت؟ ماما راح تطبخها. فهذا نفس الشيء. الجذر لملم الغراض. الساق شو يسوي؟ الساق راح يلم الغراض اللي امتص الجذر الماء والاملاح، راح ينقلها المن للورقه. الورقه منو تصنع الغذاء؟ الورقه. منو تصنع الغذاء؟ الورقه. ناكلها مثل منو؟ اللهانة والخس. مثل منو؟ اللهانة والخس. أوراق نباتات تؤكل. اللهانة والخس. واللهانة أكو بيها لونة. شوفوا له ألوانها. هذا أكو بيها لون أبيض. أكو هذا لونها شوي رايح البنفسجي. والخس الخضروات الريحان الرشاد. كلها إحنا ناكلها أوراق نباتات تؤكل. كلها شنو هاي؟ أوراق نباتات.
منيح. عندنا بعضها، عندنا بعضها راح نشوفها هسه سوا. انتبهوا وياي، انتبهوا وياي. الزهرة هي جزء اللي يكون البذور، البذور وين تكون مكانها؟ بالزهرة. زين اكو ازهار نباتات ناكلها مثل منو؟ القنابيط والبطيخ. مثل منو؟ قنابيط والبطيخ. قنابيط والبطيخ مثل منو؟ قنابيط والبطيخ. قنابيط والبطيخ شنو هاي؟ جزء من ازهار النبات اللي هو الزهرة اللي هي ناكلها نتغذى عليها القنابيط والبطيخ. زين نجي على الثمرة، الثمرة شو يكون بداخلها؟ بذور. شو يكون بداخلها؟ بذور. مثل منو؟ البطيخ. شنو بداخله؟ داخله شنو؟ بذور. شنو داخله؟ هاي البذور مال البطيخ اذا رجعت وزرعتها ايش راح يطلع لي؟ يطلع لي بطيخه ولا يطلع لي تفاحه؟ بطيخه. شو يطلع لي؟ بطيخه. زين هسه عندنا البذره قلنا هي جزء من النبات، شوفوا مثلا منو ناكلها بذور نباتات ناكلها؟ شوفوها شايفين الذره كلكم شايفينها، ماما تسوي لكم اياها وتسلك لكم اياها، كلكم شايفينها؟ هاي الذرة شوفوها، هاي بدون نباتات ناكلها، الذرة والروز والشعير، هاي هي الذرة، مو كلكم شايفينها؟ نعم. شنو درسنا اليوم كان؟ أجزاء النبات.